السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم جميعا، وريتال بتمنى كل عام وانتم طيبين. قال اخويا كريم، عايزين يا اخي نشوف ابوك يا عم، بيع لنا عنزه ولا داموس ولا اي حاجه يا عم، الحال نشف خالص. احنا حليتنا غير هالعنزه الهفتانه اللي رجلها انشف من فروع الورد، ده من عصر المماليك وما حدش يرضى ياخذها اصلا. طب يا عم ما نشوفوه ده حاليني. نشوفوه، ابوك قاعد يكلم نفسه، وتعال نشوفوه. ما يلا نشوفوه. ما عارفش انا، طب نعمل ايه يا رب؟ العيال ما معاش فلوس وانا ما معيش فلوس والحال واقف. ما عارفش يا رب نعمل ايه طيب؟ ما معيش، طب ما معيش غير البالودية الهفتانة النشفانة نبيعها، ما عارفش نعمل ايه طيب يا رب؟ ما عارفش. هتجيب انت فلوس طيب؟ بنت 4000 درهم ولا هتجيب ايه فلوس طيب؟ ما علينا فلوس وعايزين فلوس نضيع فيه. برضه انت هفتانة هتجيب فلوس انت؟ هتجيب فلوس انت؟ بس ما انت هفتانه لك 4 شهور ما اكلتيش، ما عارفش والله عندي من وين فلوس في الحال ده يا رب، ما عارفش. ابا انت اكلم نفسه يا ده زيتونه يا فقر، اقعد يا ده زيتونه اقعد. اكلم نفسه. طب نعمل ايه يا ولدي طيب؟ ما حال زي الخرا يا ولدي. وانت عرق دبتني من اكعز ما اكلم نفسي. انت هفتان اكتر من معزاي، اتاكل وكيت ما عرفش اتاكل من احنا عايزين فلوس، اتاكل سم انت عايزين فلوس احنا. ضيع معي اجيب لك من وين يا ولدي؟ ما معيش. بيع الغزاله بتاعتك. الغزاله دي ده من ايام المماليك، هنروح نبيعوها يا ولدي لما نشوفوها تجيب لنا فلوس. احنا عايزين فلوس ما لناش دعوه. هنروح يا ولدي، بس مين وداها لنا السوق؟ وداها لك انا. انت تعرف انت؟ ايوه يا عم. لا انت ما تعرفش يا ولدي. ايوه. انت فاكرني صغير؟ ايوه يا ولدي انت ما تعرفش. يا عم اتكلم زيك. هتروح تضربني. ايه يا ولدي انت مستقبل يا ولدي؟ ده انا يا دبح انت ما دب الشلوت شو يا ولدي؟ ليه اما انا تلعب كونغ فو؟ امال فيها يا زيتوني. ابيع العنزه من بعض. هتبيعوها يا ولدي؟ مين؟ شوف اللي بدنا من وين فلوس. هنبيعها لك انا؟ لا يا ولدي هذبح اخوك الثاني، انت خليك انت مرمدي ما حاطبعك عليك. روح يا ولدي هناك انا ادب لاخوك، وتعالي اخوك زكي عنا. يعني انت مزكي؟ ايوه. روح بس ادب لاخوك. ماشي. روح نقول لك كلم ابوك. ما فيش غيرك انت يا وجه البورصه اللي هتفكوا من زنكتي يا هفتانه يا نشفاني يلي من عصر المماليك، وانت على حالك دي انت عارف. انت لو فكت زنقتني يا سلام. الحق يا كريم كلم ابوه. ايوه وافق يبيع لنا العنزه. والله والله احنا هنلاقي فلوس نضيعه. تعال شوف الغزاله بتاعتي المعسر المماليك. هتجيب فلوس دي؟ ده هتجيب 400 دينار. طب يلا نشوفهم 400 دينار بتوعها هذول. عارف انت ما حدش يعرف يبيعك غير ولد كريم. الغزال دي ما هيبيعهاش غير كريم اخو ولد انا طارد المماليك. تعال يا رب جاي. عايزني يا بابا. ايه يا ولدي؟ عايزني؟ انا عايزك يا ولدي، عارفك انا ما شاء الله عليك يا ولدي. ولا الغزال الاسود يا ولدي. يعني نعمل ايه؟ هتبيع لي الغزال الصغير جاي. جاي يا راجل. يا راجل بدأت تحسدنا يا زاد، خلينا نروح السوق يا راجل. ما شقتيش. دخل خلايف الهفتاني. انت عينك وحشي يا راجل. لازم علي اقول حكت ولدي اهو، دي لازم غزال وتنوق. طيب يا ولدي بس المهم يا ولد عشان نخلص ونقدر مصر. قول هتاخذ الغزاله جاي وتروح تبيعها يا ولدي في السوق. هتجيب فلوس جاي؟ ايوه يا ولدي تجيب لها 4000 دينار. انا خلالك تجيب 6. بص يا ولدي اوعى الناس تضحك عليك. لا ما تقلقش انا زيك. ولا شايف يا ولدي عمك اهي ما شاء الله. شايفي هتجيب فلوس اهي. اوعى يا ولدي يا كريم يضحكوا عليك على المعزايه دي. لا بعب عليا. ده دي عنزه متربي على الغالي يا ولدي. ما هي دي بتاعت عصر الملك المتربي على الغالي. ايوه يا ولدي. هتوكلنا اسبوع دي على كدي يا ولدي؟ ده غالي. كانت لها انشف من الحطب. او شفت اخويا زيتونه هي دي بتايها على طول. يا عم ما تبطلش كذب على اخويا. قالك يا ولدي عشان العنزه دي متربي على الغالي ومتأسسة على الغالي اللي يضحكوا عليها. تضحكوا على مين يا ابو؟ ده انا اللي ضحك على الابليس نفسه.
ابيعها يابا والله لا ابيعها، ابيعها ما تحلم بها انت ولا اخويا زيتونه ولا جده الله يرحمه. اوي بشبش الطوبه لتحت راسه. ده انا جدك قبل ما يموت الله يرحمه تعال وقال لي روح ربيك انك بولد زي فارس من فرسان زمانه، والحمد لله رزقني بكريم. ابوي حبيبي ايوه قول ثاني. انت ما معكش غير كريم، ما انت فقر، انت فقر، انت اللي تضحك على الناس، انت جايب لي الفقر في البيت، انت معك غير الزغاله دي من عصر المماليك، انت وشك فقر. يا هول يا كريم يا ولدي. قول يا ابا. تفتكر العنزادة هتبيعها بكام؟ لا 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 لا، سيبها دي علي انا، وعم نحط في بطنك بطيخة صيفي. حاضر يا ولدي. ثق ثقة تامة يا ابا ان كريم عنده ما مدفونة هتطلع في بيعة العنزادة. يا ما نشوف يا ولد يا كريم. هتشوف بس البطل انت بالحبل. حاضر يا ولدي. قوم يا ولدي اعزتوني، روح اتحبل نربط لاخوك العنزادي فارس الفرسان. ماشي. يا هو ده ولد انت ده تربط الجاموس عشان ما تضرش مني. ده اخوك فارس قد اخوك فارس قد الدنيا يا ولدي. اوه على مهلك يا ولدي، على مهلك يا فارس، يا فارس روح يا فارس الفرسان، يا رب تكسب فيها يا فارس يا ولدي. انا عارفك فارس الفرسان يا ولدي. تعلق ده انا والله حاسس ان اخوك فارس الفرسان ده هيندح وهيبيعها ليني. شكلها هيخسر فيه، انت مش طالع به السمن، ما هو فقر زيي. يا سامح. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تمام ولا؟ من وين فوتك من هنا؟ والله يا اخي زي ما تقول كنت معدي انبص على الواد في الغياب. طب اقعد نقعد نقعد. قاعد يا ما بتاع مين الشمل الصلاة على النبي الصلاة على النبي. كل الشمت بتاعي. لا والله. كل تيب. عايز شمي. الصلاة على النبي. عايزين قنديلين يا اخي للعيال في البيت. تشويها؟ اه نشويهم ان شاء الله. خش فيها قطيع. طب انهي غير طيب. بتاعني. يا شيخ لا. تعال نخش وانا وانت. تعالي. فانهي غير طيب. تعال افتيك. تعال افتيك يا اخي. دي احسن من دي. الرجل تعال افتيك مكشوف. ماشي. خش وين؟ تعال بس بسوي. لا دول ايه خلينا من برا زمان. خش تبعث فيا جوا. ماشي تعال بس خد بس خلينا هنا. تعال بس الصلاة على النبي. وطي صوتك بس يا فك. نوطي ليه صوتي يا عام؟ على مهل نوطي ليه صوتي يا عم؟ بص بالضعف. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. بس وطي صوتك. الصلاة على النبي. نوطي ليه صوتي يا عام؟ يا عم عشان الناس ما تصحاش. الناس ما تصحى. ما تصحى الناس يا عم. وطي صوتك. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. صلاة على النبي. شايف؟ ايه يا حد سامح دي؟ لبن اهو. يخرب بيت سيدة يا حاج. شايف طلع؟ ايه ايه يعني. قطع لنا شوية انا طيب، قطع لنا شوية من الناس. تعال جوا. تعال يا حاج. بس وطي صوتك. ما هو وطي صوت أكثر من كده. يا رجل وطي صوتك. يا رجل خش. الناس تسمع. ما تسمع، ما لها الناس، هم بتاعك شيء. لا كل بتاعي. أمال إيه؟ كل الشمت بتاعي. أمال إيه؟ بس عن هذا. تعال تعال يا عم. يا هول ما حدش يشوفنا، انت تلبسنا مصيبه يا رجل. تعال واسكت. والله شكلك تلبسنا مصيبه. وطي صوتك برضه. ايوه. طب ماشي. وين الشمع؟ شاف الشمع؟ خد هو طب اطلع لبرا يا عم. كفايه كفايه اطلع لبرا. شايف الشمع متكيع؟ هو دي ده بطنتان. شمع بطنتان. اه بطنتان. شايف؟ ماشي ماشي كلها ينفع. طب تعال يلا بينا. وطي صوت غسي لو تنتيب بس تنسيب. اطلع 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 كفاية كده الحمد لله. طلعت في الشارع بيه. ليه يا عمي؟ وصل على النبا. هو ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ تعال هناكوا كم واحد عزيز؟ لنا بس اثنين. ليش ما رباش؟ طب خش خش لقدام شوية. ملي انت وهو اتعمل انت كسرت الشميه. ايوه 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 ايو
مش قلت للشامي تبتاع شاف احد هو مش بتاع الشامي وتسرق الشامي الشامي بتاعاني قال لي تعال اخش تسرق الشامي الشامي تاكل لك بتاعي شامي ايه انا جيت هنا لهو قال لي سامح الشامي بتاع كله يعني تعال شو بطل القطع تسرق الشامي تسرق الشامي هو قال لي تسرق الشامي انا عارفك يا سامح عارفك انا سامح يا حرام الشامي يا سامح حاضر خد تعال حبيبي انت خد 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 جيب لك ايس كريم معايا اهي ايس كريم يا عم ايس كريم يا خد 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 تعال خد تعال خد تعال تعال انت اهو بس خلاص يا عم لا والنبي يا عم خلاص هتسرق الشاميات روح طيب عشان معايا خمس فدادين هتسرق الشاميات بتوعك انت الشام كله بتاعك احنا خدنا كم قنديل نشوف هتاخذوا القناديل انا عددهم القناديل اهو خد انا عاددهم بالغلاية انا عارفك انت انت يا مبخنة سنتي انت يا مبخنة شد الشاب يا ولدي وانت تقول الشام بتاعي وانت مين قال لك قب الشاميات بتوعي حماد قال لي قلت كلها بتاعي انا جيت هنا هو عند سامح قال الارض بتاعتي قلت له عاوز قنديل قال لي خش خد اللي عاوزه انت عارف تعال نتفاهم اقعد بس انا معايا البوصة فيها قنديل انت اقعد بس اقعد صل على النبي عليه الصلاة والسلام انا داي من وين من قبله حماد قال ايه الشمت كله بتاعي قال لي خش نقل اللي انت عايز طيب وراح تقب انت من شم الناس هو كلامه غلط كله غلط انت ما مصدقنيش انت عارفنا لا عارفك احد سامح انت يا مبخنس عارف انا مبخنس ابو يولع يا اخي بس يا حماد انت اقول راجل زين واتزكى واخذ البلك وارض البركه ومين اللي قال لك يا ابوي ان انا انزكي؟ انت ازك وتطلع لله يا عم كل سنه لا ما انزكيش ده ضحكوا عليها ضحكوا عليها ليه ما تزكيش؟ ما انزكيش امال عندك 20 فدان وما تزكيش حرام لا ما نطلعش انا لله لحد قبل كيسه ماء وقال لي خدرش للشام لا ده لله ده حاد ماشي لله ما نطلعش حاد لك حدا عندك قلنا بس بيتك وين واحنا عندي لك اخر السنه ناخذ لنا دبن شامه عايز كام؟ دب شامه يا عيني اردب بن شامي اردب واحد طيب يا مولا يا مولا الفردان ما بيدبلش حتى كلتين شامة يا عايز عم ليه بصرع عنا بالبصفة يا ما انزكيش يا ابو ما انزكيش يا ابو مالكم شاع حرام انت مالك يا ابو ما انزكيش اي ولع يا ما يولع انا ما تطفهم قلنا بس البيت وين واحنا ندولك واخد البيت اخر السنة ونقول وعشان خاتنا تنجل شامي تعمل كل دي ايوه سكر يا بعد شامي ما نزكيش يا ابوي انت مالك ما جد كان عايز يشوي لعيالي ما انا ماله مال عياله ما ترميهم في الشارع طب خذ يا تشبع خذ لا ما انا ناكل يا اخوي ده شامينا دي طب لعله طب تموت من الدوع في البيع ما يموت من الدوع ارميهم هناك في الترع انا مالي وانت تخلف عليه حد قال لك خلف 14 عيل يا ساتر يا رب ارنب ايه ده امال نعمل ايه طيب ده كل ما نمشي في الشارع نتشد لف واحده نقول له حبيب ولد مين ولد حماد يا امال يا حبيبي امال نعمل ايه طيب 14 عيل مخلفهم امه متجوز قطه امه متجوز قطه اتنونوا على قديم اتنونوا امه متجوز مره قطه مسمينها قطه لا اسمع المسمي طيب هي عايزين انت عندنا شويه شامي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النبي ثاني عليه الصلاه والسلام خلك عند البيت اخر السنه خذ باقي الكلام تمام ويا عم الحد ليك عندي ما هنقولش الحد خالص ان حماده زرع 20 فدان وهنجي واخذ البلك ناخذ واخذ البلك الزكاه بتاعه وبتاع الناس كله ما نجيبلكش لما عند البيع وانت مين قال لك اصلا ان انا معايا بيع البيت واقع ما تديش ما تديش يا وش ما انت عامله ست دوار ست دوار ما تديش واقع يا وش الفقر انت واقع تخمس في وشي خمس ما تنقوا انقوا ايه شايف الشام انت الناس ميتون عندك انت ايه شاف عملت كيف؟ شايف؟ يو رمي ليه دي؟ وانت مالك انت؟ ده حتى رحت اولت عشية الدمعية قالوا واخد بالك حمادي واخر دحيازة 26 فدان 20 فدان واخر الكماو كله ما يجيش النص مرط من الملوخيلة الا تاكل في البيت 20 فدان ابو وشك دي 20 فدان ابو وشك دي اتخمس في وشك ايوه احسد انت قر انت بعناك الفقر دول عن ياكل عمي كشقوق التعابين ده حتى الكماوي ما فيش خالص ما فيش فايده من الكلام احسن وكان عايزك بتموت من الدوا قاعد ادعم ليه في الشام وانت تموت من الدوا معاك الفلوس دي كلها قاعد ادعم ليه في الشام اوعيه الشام انا خليكم انت تموتوا من الفقر طب اوعوا ابقوا عاف الليل عارفك تخاف من الليل انا عارفكم عناكم ايش بس قلت التعابين باذن الله يعني لا يولع هاي ولعوا عن ياك شو ولع هاي ولع ولع بعناك هاي ولعوا روح اقول لك هاي ولعوا
اجمد يا برنس، يلا حلو العب. ايوه بس ساعد، ايوه مد ايديك كده، افرد 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 ايديك وضمها، ايوه كده افرد. ايوه الله ينور، الله ينور رجالتنا. ايوه برنس البرانيس انت، الله ينور. ايوه اسحب كده فوق وتحت، عاس يحس، ارفع ارفع جامد لفوق، ارفع ايوه كده ارفع، بس كفايه نزل. ايوه ارفع انت فوق، ارفع ارفع معلم ارفع، اسحب انت جامد تحت، اسحب تحت اسحب اسحب، اطلع فوق. ايوه اطلع كده، اطلع تاني، اطلع يطلع يطلع يطلع، شد ايديك، ايوه شد هات للاخر، انزل ورا انزل واطلع تاني انزل، ايوه كده ارفع ارفع فوق ارفع، ايوه كده اسحب، ايوه عد ايوه عد عد عد، ايوه الله ينور، ايوه لف لف جامد، ايوه انزل واطلع واطلع انزل واطلع، ايوه كده يطلع فوق، ايوه كده اطلع فوق اطلع، ايوه اطلع فوق، اطلع فوق اطلع، ايوه كرم اسحب اسحب جامد يا كرم، وانت اسحب تحت يا علي اسحب تحت، ايوه اطلع في كرم اطلع، اطلع يا كرم، ايوه اطلع، ايوه اسحب اسحب جامد، ايوه كده اسحب اطلع فوق وانزل، اطلع انزل تحت اخ، ارفع الكرة ارفع فوق، ايوه الله ينور، اسحب جامد يا معلم، هتفتح يا عم انت، ايه في ايه يا معلم، هناك سواء الشباب تبدأ تمخنا ليه؟ طب ماشي والله لو وريك كابتن، انا عايز العب على الحديد ده وعايز يطلع على العضلات، ماشي ماشي العب هنا، ارفع جامد فوق، ايوه ارفع 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 جامد، ايوه كده الله ينور، ايوه اطلع 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 فوق، شد رجليك، ايوه كده اطلع شد دراعات، ايوه كده شد دراعك فوق، انا لازم اخد منك حق، اضرب انت،